أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عشر كان عاو حكب الله من أي آية بقول سدح يصدنا ذي سورة آل عمران وحنا كجوا إن شاء الله تعالى آية بقول كنتن يلا بعد إسل سورة وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وصارعوا أدقدقا إلى مغفرة ذنب دافع من ربكم ربكين حقي كاهاتي إيا وجنة جنة وعرضها بلر كذا السماوات عرارك إيا والأرض رك أيهين أعدت والدياري جنة سل المتقين قلد اللك عبسنا يا يالو دياري الذين متقين ينفقون بحني في السراء وقت البرواقض إيا والضراء وقت الرباطة اللبضب وح بحني والكاظمين قرين يي الغيظ عرض والعافين عفين يي عن الناس ذاتك عفين يي والله الا يحب وجعل يهي المحسنين كو وناغ سميا يجعل يهي والذين قلدي وي اذا فعلوا مرك اي سميان فاحشه تعدي يا حد غدب او ظلموا اما اي ظلميان انفسهم نفتوده ذكروا الله الله خصوصنا يو او فاستغفروا دافتان اويديسن اي لذنوبهم ذنبغودا ومن احد كيبا يغفر دافكرا الذنوب ذنبيال يا دافكرا الا الله اللهويه او ولم يصروا ان كن دائمين ان كن نغانين على ما وحي فعلوا اي سميين والحال هم ايغو يعلمون غرانيو وها انو ذنبيهي اولئك قلدا جزاؤهم ابالكودا مغفره ذنب داف ويه ذنب دافك او من ربهم حق ربغودا كيمي يا وجنات جنوين أو تجري أي سعوني من تحتها هوست إذا الأنهار وبيالا أي سعونيان خالدين حال أيهم كواريا فيها جنوين كأي كواريا والنعمة ألا وناك بذنا أجر العاملين أكوا عمل فلا أبالك اللسين يا وناك بذنا هل كان إله سبحانه وتعالى وحن نوع الدين يا ينوشيقيا أمرنا مؤمنين تأكسينيا وحيابها وناقو ذا الدنيا يا آخر اللبضة بالصبابة يا إني كد دالان وحاسنا وإن خيراتك يا وحيابها الدن بالدافك كين يا جنة إن لك لو كين يا وحيابها سي إني كد دقان وحيابها الدن بالدافك أو كين يا جنة إني قران أو كين يا وحاوية إني أعمال وناكسن سميان متقين نغضان متقين لماذا وحا كمدا إيمانك كدب عمل صالح إن لراعيه سيدا إنفاق إن وحلا بحيه هذا دي بقى تجرتو لقا جيسي هاي يهدي لبرواقي سي هاي لبدا بقى روحا إنو الدياري هاي إنو وح بحيه يعني هدو مركز لذين يهي أرنتي سوفي عانتاي إنو وح بحيه هدي ودي بقى تيسي هاي وحا أوها يستأي كويريه لفتي هذا إنو وح كبحيه ومعناها ما أها مركع الفرح سنتهاي أوكليا إن الله حصوصته أما صدق إيو وحيابيه لبحين لها إن أدبحيسه مركع لدباتي سيهاي وحقا دباتي الدريمنا وحادي أدكوب بخيشه متقين لماذا صدا ما أها أي متقيقا واسدا الله أتلمام إيو لماذا حالة الروحة إنو واح بحين إيو وحاكم إذا قفك إنو ينعرضي سيئ الشيطان وسنهو قامنيني عقلك إنه هو جامية يا تقوضة أو تقوضة يسا يا الله كعبس يسا يا عقل يسا وإنه كحوق بذي هاي هواء النف نفتي يسا يا سيدا إجعش هاي انتقام إنه إنه أرجوستو ده كإنه إسكعفينا يا عردي يسا حتى أوسن موجين إنه وقرينا يو قل يا حاسو ربي إجعل يا هاي ما قعودنا محسنين بالليل هذا ويا عباداتك ربنا محسنين بيكويهينو إله وحي وعابد يان سيدا أيغو أركي أو كالي أدومها اللانا محسنين بي أيهينو وحا أي كود نامان أي كود تاكولين يان لبكو ذانا وكعشان يان لبكا أدومها نواكو سبريان محسنين بي سيدا أيهين قولنا محسنين تربي سيت المامي وحكو تلمامي بني آدم وياني معصوم معها دنبي واكد نعيا دنبي قاسو الله قيبة قيب تعديو أدومها اللانا يكو حد قدبان يا قيب أيها النفطود كري أي كذ الميان لبدا قيب مرك أي كنا عضو إلهي حصوصنا يان وأتو بكين يان وأنقنا يان ذنب أي سمينا إن أي سيد دائما دعميسو أيها قرن يوحى إلو ذنبيه
يعني شيء يا إنه سندم بأهين هدي أيان ورب كهين إنه ذنب يهي بهذا يا ورب كهين إنه أيان قرر إنه جاهلين أي كيهين تكالو ما هيست إلا الجهل يقول كم دي هاي موانع موانع ذا إثم جاء من ذنب جاء كينا أيو كم دي هاي وعذر الدار أروح عدو وحاس وصمين يا جاهل كيهين جهل جرد جهل روح أسرع مثال شيء سكسرو بكرؤي هاي جهل تعدي حقي سكي من أسر هين جهل جو حبه اللي سوء عذر داره أيو كم دي هاي كهدوس جاهل كاهين دو حس ذنب إنه يهي وقرن أيو هدو كرد عينه سن دائمينه مركي بكتو وكير الله النقض مركز ربي وحليه وحاس ويدينا عد الله أن هين ذنب لا فكر تبي أجرته عد كستأو ذنب إنه لا فكر تشيقته الله إله بين بشيء وتعديين حد جد بين سميان حق إله أوليه يين إساسيين بين يا باطل بين شيء يعني وح كجرا الله ما أركو ذنب الله عدا هنا ولا فكر تعالى الله ما أركو ويو ذنب قصع عدا لجق لا أسقى ويه أسقى عدا هنا ولا فكر تعالى الله ما أركو تلمام النوع عسى أيه ربي بحنا يا متقين كو تلمامية وصارعوا أدق دقا إلى مغفرة إلى أسباب مغفرة ذنب داف أسبابتي يا سببكي كينا يا أدق دقا مغفرة أو من ربكم حق ربك إنك أهاتي وجنة وأسباب جنة جنة أسبابتي ذا أدق دقا يا سببكي الجنة كوهيلي لهايدين جنة عرضها بلر كيدا السماوات والأرض عرارك يا نورك أيهين تشبيه بليغ أيا لي لهذا يو وحال لحد في آذات شبهي هي وجه الشبه إلا ماذا بواحد فيه ووحي أهل هذين اللي يرهدوا عرضها كالسماوات والأرض عرضا وطولا سبوين كأيو نولك اللمده اللي اسقرب لغاية حق بلارك إيا حق ديرك النوع والبا عرضا وطولا وجه الشبه ولا حد في كافتي أداة تشبيها ولا حد في تشبيه بليغ نغنية عرضها بلر كذا السماوات عرارك إيه والأرض لك أيهن عدت جنة سوى الدياري للمتقين متقين يلو الدياري متقين يلو يرهده الذين قل ديوي ينفقون بحين يي في السراء وحعي بحين يان إلى موسى الشيقين ويو للتعميم يلو حد في يايو وحعي بحين يان وحو دوراها النغض يعني مال هديو يهي هدو علمي يهي هدو جاهي يهي هدو قوة يحوق تهي هذو كلام يا هذا اللي هاي ولكن يعني واحد بحنا يا واحد الله رالي وكيا هاي بحنا يا الضمادة أكو تأكلين يا ينفقون بحنا يا في السراء وقت نباتذا يا في وقت برواقذا يا والضراء وقت نباتذا الله ما دم بحنا يا والكاذبين قرين يا الغيظ عرضنا قرين يا عرض ضاء أنكو عمل فلين والعافين عافين يا عن الناس دتك عافين يا والله الله يحب ويجعله المحسنين قل هذا محسنين أي يجعله وضع الظاهر في موضع المضمر والله يحبهم إلا إلى هذا يهي يعني إله قل هذا ويجعله المحسنين ظاهر كوحى اللورد جاي إن محسن ماذا قل هذا لغوت المامل الدنيا وقل هذا مقع إليه سنة متقين ويهي يا متقيا يا محسنين أي ويهين والذين قلدي ويا إذا فعلوا مرك أي سبيان فاحشة واحتعدي يا حد قدب الضماء كتحك وحد قدبان أو ظلموا أما أي ظلميان أنفسهم نفتو ذي ظلميان والذنب قاسر ونفتو ذكو قابن أي سمعيين ذكروا الله ألا حسوسنا أي وفاستغفروا نافتان أويديسنا أي لذنوبهم ذنب قوضا ألا إنو نافو ويديسنا ومن أحد كيبا يغفروا نافكرا الذنوب الذنبي علي نافكرا إلا الله ألا موي عدكروا نافكرا تلما أركتا سي أمين سيهينو إلا أي ذنب نافو ويديسنا أي ولم يصروا أن دائمين على ما وحي فعلوا أي سبعين حمان تاهان أن كسي جرين والحالهم أيقوا يعلمون قران يوحى حمان إنه أولئك قل ذاسي جزاؤهم أبالك وذا مغفرة ذنب داف ويا ذنب داف ومن ربهم حق ربي وذكيمي إيا وجنات جنوين جنوين كو تجري أي سعور من تحتها هوست إذا الانهار وميالا أي سعوريان خالدين حال أيهم كمواري فيها جنوين كأي كواري دوران والنعمة ألا وراك بذنا أجر العاملين قرضا عمل فشي أبال كودا وراك بذنا قد خلت وحا تقي من قبلكم هرتين سنن ودوين أيا تقي فصيروا صعدة في الأرض نركك صعدة فانظروا في ريا كيف سيداي كارا هاي عاقبة المكذبين كوي بين تشاهي كوي بين انجري حقا عربتو دمشي أي كدن بيس أفير صدا هذا وركا الذين شيغي يرى بيان عدين ويا للناس دادك وحلو عدين يو
وهودا توسين ويأي وموعدة وعد للمتغيرة متغيرين تلو وعدني قصدي نوسع تيب أحد يدقال كيدي يا أرميها سيدة يقول دعين يو مؤمنين تدبات دي سو قادي إنا إيجا السبب وهايين أرميها سو ربي كشي كيني أيا نحدة وحو أقليي مؤمنين تأو ربي توجيهين يو كنا توجيهين يو مصلحة ذا يو وناقو ذا وحا أويا إن أي كود دقدقان وحالا وحي جنة أكيني لها دمدافو وحي أكيني لها إن أي كود دالان تاسنا أي متقين محسنين يكون نقونا يان تلمامها سيأيوز بحيي كدب أي ربي وحو نوع ليي قصدي يو قصدي لما يسترك هذا ربي وحو لأي سبحانه وتعالى مؤمنين أي هرتي إن وحا تقي أمد محمدية ذا كهوري أمد فربضا أمد هاسي ربي ودو مريي ودد هاسي وحي أهيد وعلى وحي مؤمنين هاي مستقيمين هاي توصنايا انبيادي لو سو ديري وركو دا يالي دينتي لو سو دجيينا كامر قاتي راعي ربي ادويا يا اخرى ما وكو بدبادية ادويا هلاقي وكو بدبادية يا اخرى جنوكي وعلى وحي عاسي قروبيا انبيادي لو سو ديري وركو دا ديدي الى ان كامر قادن انقلا داسي ادويا دا وكو هلاقي اخرى عذاب اليهن سنا ان اي تايسي ادو قرطان نول كامرة سعودة idinkoo wali waa fikirayo socod iska caadi ma ahay idinkoo fikirayo u fiirsanayo ummadii dhulka deganaan jiray tan wax ay ku dambeeyeen taariikh iyo wixii la soo maray idinkoo aqrinayo dhulka mara waxaad ogaanaysaan sida rabbi uu ka sheekeyay subhanahu wa ta'ala arinta inay u dhici jirtay wax isdaba mar inay uusan jirin ee ummadaha hore qisadii iyo waxyaabihii soo maray u baa idinkara idin maraya haddii mu'miniin mustaqimiin noqotaana ربي أدويا يا خربا ويدين برواقين يا هذا عاسي جرودان أدويا ويدين هلاقي آخرنا ويدين عذابي وما ذي هور وضدي أي قادين أي قاد إنسان وضد أسعد سيادو أجاتنا يا أدويا ذا مرة هذه إسلام مركع سأرم بالذين عدي بن آدم كو إذن لو عدي هذا بيان للناس إسلام مركع أنا لدون يودد كإنا يتوصان ويهنونان هدي أي هنونان نمل ونكسر أي كتجان قد خلت وحات من قبلكم هرتينا سنان ودوين ربي اوجديي فسيروا صعدا في الارض لوك دحدي صعدا فانظروا افير صدا كيف سدا كان اهيد عاقبه المكذبين كبي حق بينين اي عربتود مشي كنت بيسه افير صدا هذا ورك لا ايدين شيغيو قران كني بيان عدين وي للناس ددك واخ لو عدينيو وهودن توسين وي وموعده وعدي وي للمتقين متقين تل وعدينيو متقين كليل وعدين ما يه مجرمين حتى ولا وعدين يا لكن أيها كو انتفاعية مجرمين كو انتفاعي ما يعني ولا تهينوها ضعيفين ولا تحزنوها مرقين والحال أنتم إذيك ألا علونكم سرين تبضن آتين إن كنتم وهدياتين مؤمنين مؤمنين هدياتين وي إن يمسسكم هدو إذين تابتي قرح راوع فقد مس القوم قرض بوحا تابتي قرح راوع مثله كالمدة وتلك تا الأيام إمالمها نداولها ونوريجنينا بين الناس ذاتك نحدي أيان كوريجنينا وليعلم الله لتتعدوا إنا تكوانا قادتان إيا وليعلم الله اللي إنو أغادوا الذين قلذي آمنوا مؤمنين تاها ويتخذ الله صميست منكم حقي إنه كصميست شهداء قل مرخاتيا إمام شهداء والله اللي لا يحب مجعل الظالمين ظالمين مجعل يا وليمحص الله الا انه سافي يا الذين قلدي امروا مؤمنين تاها او يمحق او هلاغو الكافرين عدي قالودين او هلاغو اله سبحانه وتعالى و هو نو عدينيا او مؤمنين تي و نصيحه يا و نشيغيا دباته هدي ايدن كو دحدي هدا ضعيفنا dagaalkii uxud muuminiinta dhibaato soo gaadhay xataa rasuulka ilaa la jaraaxiyo dhibaato la gaarsiiyay arinkaasi wax dhaafay yuusan idinku keenin sawala horta idinka sabab karaa oo mukhalafada rasuulka calayhi salaatu wasalaam warkiisa aad khilaafteen ayaa jabka iyo dhibaatada keenay oo sabab adiga aad leedahay cid kale inaad ku eedama ahay de sababka idinka lahaa taa waa mid tan labaad ilaah sunnadiisaaba waxay tahay adduunyada inta la joogo mudawala in wax la yiraahdo inuu jiro yani arintan nimba mar inay u wareegto jihada hadii lagu jiro muuminiin iyo gaala ay jihadayaan ee muuminiinta inta badan adkaani gaaladana marar bay adkaari oo muuminiinta marar in la jabiyo wax dhacayo weeye gaaladana la jabiyo
عربت الضمبة إياه والضمبة يسدد سين مؤمنين تأيا إسكال النصر يجي يجوش يهير لكن أنت هوري أرنت مدولة يكون صعونيو هذا يدعي له إذا مركز تقول إسكهر يمادو مؤمنين إنه يقول ليس تقالنا لبا بإيو ده امتحان كي ربي وكوتا لقلع يا ما شك بحلها إلا إله دون يا أدوما دي سينو انتحامه محيط يا مفسد كنا وكلا صاروا أي دونية تاسا ما شك بحلها هاي سيئا نغبحين يا جمك مؤمنين نمر كل دعيا قال هذا نمر أي كل دعي وضم بيسا عربت وراكسنا مؤمنين با إسكال وإيه هاي كازو ربي وحو ليه هاي أرنتي لعضي أحد دقال كذا يدبعت هذه مؤمنين تسوق عني حكم فرب بذن أي ربي كلها حكم تاسي واحد كم إذا أولا المؤمنين تينو انتحامه وقول هذا مؤمنين إيمان كذا نبت أويهي إنه صار صار ويا بن آدم هذا الانتحام لجلينين ده روحه وناكسن يا روحه في على كلا جرن ماية تذكر إيش كل حجران سلوا كلا صاروا امتحام كإنه جليوي أرن لبات إله سبحانه وتعالى مؤمنين تقيم كم إذا يوحى لدون يا درجة هذا صار إليه لا درجة هذا سواء شهادة يعني الجهاد كاس لحد يصير يكون إنتان لما شرع الجهاد كأي جلنا هو هذا الجهاد إلى هالدرجة أي جلنا ودن كلا أي كوذنين درجة بين آدم أو هلو درجة هذا إيه أنبياء يا صديقين ما كان القصة تقول درجة هذا سدحات يكون إيه حكت درجة إن كله هلو بيرها وصار وعي مؤمنين تقيم كم إذا إهلان ويتخذ منكم شهداء قيمتك سدحات أهو سدحات إله سبحانه وتعالى وحدونا يا مؤمنين تا لفظ قيم كم إذا وحقاق ذنوبتي يا خلط كي كان عينه كسافيه ومصيبة إذا أعتذر روح مؤمن كي مركا أي قبصته هدي أكو الصبره لذن بيجي سالقون نافية كقول هذا المؤمنين تا حتى مخالفاتي أي سبيان عدي أن جهاتك كل منين dibaato da soo gaadhay inuu dambiga kaga dhaqo iyo cidii kale muuminiina dambi lahayd dambiga inuu kaga dhaqo ayuu doonayaa rabbi subhanahu wa ta'ala wa yubhisallahu alladheena aamanu arinka afraad ee u dambeeya qoladan gaalada inuu halaago ila markii dambe muuminiinti ayaa adkaaday gaaladina iyagoo dulleysan ayay meesha ka tageen qaybadana waa laga dilay inkastoo muuminiin badan la dilay qaybadana waa laga dilay iyaga laftooda gaalada inuu halaago سدح أفر طاحك بضوض أيو رب سبحانه وتعالى هل كنو وشيقي مؤمنين تأين وحوغان لقاعد كادو فوائدي كجرتي ولا تهينوها ضعيفين ولا تحزنوها مرقين والحال أنتم إذيك ألا علونكما سرين تبضناتي إيمان بادكو سريسان قعانتا سري إذيك هالي هضعيفين هنا مرقين قالنا هيسو ديبين إن كنتم وهدياتين مؤمنين أقول مؤمنين ماذا أي ربك طاي إن يمسسكم هدو إذين تابتي قرحون راوع هدو إذي كل دعي ومصيبة يراوع يا إذي سو قادي فقد مس القوم قرادة بوحا كل دعي قرحون راوع مثله أساق الله مذا بدر أي سنة كي هوري بدر أتكاد كاتين قرادة مؤمنين تا أحد تدوات النئية لغا قدلي هل قفل ما قفالني بدر قرادة قالادة يا تدوات النواء لغا قدلي تدوات النواء لغا قفاش مركا راوع يا إذي سو قادي يا آذو قبضنا وتلك تا الأيام إيه مالمها يعني مالمها أتكانشها نداولها ونوريجينينا بين الناس ذاتك نحن يسنكو وريجيني أحد إذيك بدر إذيك أتكاضي أحد نباتة إذي سو قادي وليعلم الله علم حذوفا يقعد فيها لتتعذوا سياد أوانا قادتان مؤمنيني إيه وليعلم الله ألا إنو أقادوا الذين قلدي آمروا مؤمنين تا إيمان كودا ونبتيهين ربي سو صارو ويتخذ أصبا يستمنكم حقنا وكسب يستو شهداء قل شهداء والله ألا لا يحب مجعل الظالمين ظالمين مجعل إيا وليمحص إنو سافي إيا الله ألا الذين قل ذي آمنوا مؤمنين تاه الذنبك إنو كباب إيا إيا ويمحق إنو هلاقوا الكافرين عند قالوا ذي أم حسبتم وحظوا مليسين أن تدخلوا الجنة الجنة إن أتسك قليسان والحال لما يعلم الله الله أسنو قالين الذين غلدي جاهدوا دقالما منكم حالا إذيك إذيك بديهين ويعلم ومع أن يعلم أسوء أقادي الصابرين كما صبري والله لقد كنت بحضها إذين تمنون كما جعلا يتمنين جري الموت لماشا من قبل أن تلقوه لماشا أسباب تيسي إنت إذن لكل من فقد رأيتموه لماشا أسباب تيسي أيضا ركتين والحال أنتم إذيكو تنظرون إيغيو إله وحو ليه سبحانه وتعالى جنة إنا إسكاق ليسان دن بيجينا لطافيو داد وانا إكسان إسكاق نقونا إسان مياي إذن لطاهي إذا ربي أسان انتحان إذن قلينين
مر هدو جهاد ماشي يا الله امتحان اللي يسجل يا واجب سبب كوا الجهاد كا يا وحو يا هاي تكاليف تا شرعي كان وأضيع وقول بكبضن تكاليف تا شرعي وبن آدم كان الله صاري تكاليف تا وحو قبضن وقول أدب كبضن الجهاد كوي مر هدو وقول بكبضن يا هاي إن ليس امتحان عدة جهاد كاس الديار كوا إلى هدرتين الجهادي يا عدة أرين تولى بين بين أي كتها يا منافق نما ربي إنه كلا صاره سنة اللغوية قالنا ويا سورة البقرة وحن كسو مرّي قولا دي ريبني إسرائيل والجهاد إناية نلوسو صارو ملك نهو قامية كبر دي ألي ملكي مركي ملكي مركي لوسو صاري إلا هو امتحاني عوكو امتحاني اون فربضا مركو كل عاي كدب بيا اللغو امتحامي ها عبين بيا هاسي عدي عبتي وافساد عدي أن عبين انتي اللغو قولا كلي قادتين انت الجهاد كقشي إسلام مركا ركو أذكاتي أيها هاي مركا سنة إله اللغوية قالنا ويا الدومدي سينو انتحامه وصلنا عامة جهاد كسي خاص أهل دنو إن انتحابه أحلى يقنوي كجنة إن إسك قشان يدو لبا أرمود أيان دعين لبا أرمود وحوي جهاد صبر والله سعد إذا كون سميني يعني إن جهاد قشان إسلام مر كان أص صبر ثان لبا أرمود ووضع سعد أي جنة الوجرية مر هدي جهاد اللي جوا هدي جهاد اللي جنين لا عر لا عاسي جروه دي جنة ما تعلو هدي جهاد لا قالوا لكن أوسن صبر جنين يا أتكيسي وبركي جهاد كله بالله بابا اسكع عرفته أما دن كان أدو جهاد إيسا تانا ما جنة ما جرت كاسو ربي وحي ليه بدر دادكي دقال كيدا وكتاقي للي يرى أبادنا إله بدر مركو أماني يدادكي كاقيب قلي يدن بقودة إن لطنافي يدادكاسي إنه ونكسنين يا قولة دي جهاد كي بدر أن كاقيب قلين مدينة جوكتي يا وحي جعلادين دقال كاد دقال لمدا إنو صور نغضو haddu soo noqdana ay ku dhimanayaan arinkaasi aad u jeclaadeen oo waliba tamaniin jireen markii baa uxud ee dhibaatada ay dhacdayna way jabeen arintii buu rabbi ku canaananayaa oo wuxuu leeyahay ee waa idinkii dhimasho inaad jihad ku dhimataan alle ka tamaniinayay jeclaa dhimashadii sababkii keenay jihadkii iyo ciidankii gaalada fara badan iyo mu'miniintii oo jabtay iyo sababkii jihadkii sababkii dhimashada jihad lagu dhinto keenay lahaa ayaa hortiina ka muuqday مع ذلك صعب ما إذا صبرين وعررتين الكتاسي وحي وحوي بلن كي أدقى دين سيدو أهائنا إذا أغسوا بحين وحقل دمي أرماها سورة بكو عنانا نيا أم حسبتم وحد أم ليسين مؤمنين أن تدخلوا الجنة الجنة إنا إسكي ليسين والحال لما يعلم أوسن أغانين الله ألا الذين قلدي جاهدوا دقالبي وجهادي منكم حالا يديك يديك بديهين ويعلم ومع أن يعلم أسوء أجاني أصابرين كما صبريو جهاد صبر الله صعدا أسوء الله إذا كأجانين جنة إن أسكن جلسان مية إذا الله تعي والله يا لقد كنتم وحظا هيدين تمنونا كوب تمنين جري الموت دمشا تمنين جرتين يعني دمشا ذا اللفت هذا ما هاي دمشا ذا السبب كي كان يجي جهاد كي تمنين جرين من قبل أن تلقوه سبب كائن تيد الله كل من فقد رأيتموه سبب كي أياد أركتين دمشا ذا كان يجي والحال أنتم إذكوا تنظرون إيجيو وما محمد محمد ما بوصنا هانين إلا رسول رسول بوي رسولك وقد خلت أي تكتي من قبله هركتي الرسول رسوش أي تكتي أفإن مات هدوبا دنته أو قتل أما لبدلو إن قلبتم مياد نقون إيسان على أعقابكم قال لمدين نمياد كن نقون إيسان وينقلب قفك النقضاء على عقبيه قال لمدين سقفك كن نقضاء فلن يضر الله الله كن بما يشيئا وحبا وسيجزي الله ويسيجزي أبالنا يا الله الله الشاكرين كم كم هذين يا أيو أبالنا يا وما كان ما أهاني للنفس النف مذي أسوناتي أن تموت إن دمت إلا بإذن الله إلى فسح سين يكون دمت موي كتابا مثل قريحال ويهي مؤجلا لو اغتيي ومن يريد قفك الدون ثواب الدنيا الدنيا وناجدة نؤتيه وانسينا منها الدنيا عن كسيني ومن يريد قفك الدونا ثواب الآخرة آخرة ولا قدر نؤتيه قفك وانسينينا منها ثوابك آخرا كسينين وسنجزي ونبالين دونا الشاكرين أكما اللكم هذيو دقالك أحد مركي أود عي أيا وحلفا فيي محمد والد لي وقال ذي قال الله هاي محمد ويد لين وانا دنتي أنا كاسلفا في دي أرنك ألفا فيي أيا قال ذي مؤمنين تقلبي جب كود عي رسول كودي عليه الصلاة والسلام هدي لدي لي دي محوها دواتب بضان إني سوقا دي أريبا نوع عصاد عي
arrinkaasi rasuulka lama dilin laakiin hadii baa la dilo ama uu iska dhinto rasuulka sidii sabab bini aadam buu ahaa caadi ah bini aadamnimo kama baxsanayn rasuulka laba sifuu leeyahay sifo waa sifo bini aadam caadi awi oo hooyo iyo aabba dhalayo bini aadam wuxuu u baahan yahay oo wuu curaayo wuu cabaayo wuu seexdaayo wuu soo toosaayo qaybka wixii aan laga ogeysiinin waxba kama ogo oo bini aadam caadi awi jaanibka جانب لبعضنا واحد مرسل ولا صوت دري وبن آدم كهذا وكسر ريا وحنا كسر ريا رسول لماذا يا نبي لماذا لسي يي أيوه كسر ريا مرك الجانب كي بن آدم لماذا وأنا أقرتها أو وحنا سيا كين كرأي وحنا ديدي كرا من المجرم غيب كأي تصرف كأدوية ذا وحبكم مالها حلا واحد صبر ليس لك من الأمر شيء ترى ذا وحكم ليه ما ملك واحد كل هذا لما أركوا يولي يا رسول ربي سبحانه وتعالى ويا رسول كلفتيسة وأمر الوصيين أيوه ومدى إنه أشيغه ولو كنت أعلم الغيب اللي استكثرت من الخير غيب هدان أغان لها خير كان بطسان لها نباطنا إما طابتين كجانب كاب بني آدم لماذي سواء إناد رميسا جانب كالرسول لماذي سواء إناد رميسا يدين حق أيوكو كان الرسول كادي وي بني آدم كالوردن وكسر ريا رسول لماذا سوك كسر ريا احترام يو جعلانشو يو راعتان بني آدم كالكلا أيان كوغولهين بكوغوليا لماذا والد احترام أيام كقوله هنا يقوله إياه نفط هذا احترام أيام كقوله هنا يقوله إياه الرسول لماذا لماذا الجانب الرسول كليه أرن كان إلهه حكم عضين إياه قل إنما يوحى إلي أنما إلهك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم بن آدم بناي إذا لماذا يوحى إلي وحس إذا كجب دلله وحي بيوسو دجا رسول بناي ولكن لماذا الجانب إن أضرب يسوع واجبة هالضباء رسولك هذه لدي لي أما أسكبر دينته رسولك وح أمضى وكان الدين بياه إله وصادر الدين تينا وكان يوجوتي من هدو جوتي لمشهد يسوع كعج حين المجرو دين تاع وكو كان إن السيد هذا أرعى أما هل دلو أما هل دينته ما يندعين ولي هذا رسول جهاد كجرا إن لدلي ولي ما يندعين لكن فرض وتقدير هديبة لدلو أما أسكبر دينته هاد لمشهد يسوع كعج حين الله أرك الدين تي وكو كان taasi inaad ku dhaqanto ayaa waajibeed sideeda u raacdo rasuulka hadii la dilay magaaloobaysan gadaal miyad u noqonaysan taasi liidina weeyaan buulay rabbi subhanahu wa ta'ala sideedana naf dhibani lama arko ama dhiba la dilayo ama iska dhibani lama arko ilaa waqtigeedii uu gaaro ilaahna u fasaxo fasax ilaah waa inuu weeyay ku dhimata marka ilaah u fasaxayo inay dhibatana waqtigeedii loogu talagalay weeyay waqtigeedii oo daqiiqad ka dhiman dhiban mayso وقت يدي ولا جاره إلى أوصف فصحنا لمن ميسو مركا فصحنا وإن الله يستوى بينكم وإنه يستوى فصح الله وقت يجي أي دمن له هنا وإنه يجادا لوضع الرماد أي نفقد مركا جهاد أذق شيء يو جهاد أذك جوكت مثلنا كنا ولاد ميسد مننا كنا لمن ميسد وما محمد محمد معها إلا رسول رسول ومي رسولك قد خلت أي تكتي من قبله هرتي الرسول رسوشي بعيد ما تهرتي سأي تكتي أفإما تهدوا إسكت دينتو أو قتل أما لبدلو إن قلبتم مياد أنقون إيسان على عقابكم رادكي نمياد كن نقون إيسان قال لماذي وإن ينقلب قفك النقضاء على عقبيه لماذي سعربوت قلاش ودقفك أنقضوا قالوا فلن يضر الله ألا كن بما يشيئا الله حكم قوين روحاسي وسيجزي الله الله أبالينا يا شاكرين كما دينتو ذا كسي دقاني الله ذا كشكرين يا ربي وأبالينا يا وما كان ما ين أهان لنفس النف مذا يسقط هاي أن تموت إلى دمته إلا بإذن الله إله إذن كي يكون دمني كتابا حال ويهي دم شذا سمد لقري مؤجلا لنا وقتي كتابا مكتوبا حال ويهي مثل قرب مؤجلا لنا وقتي يي ومن يريد قفك الدولة ثواب الدنيا الدنيا ونجد قفك الدنيا عملك أسمين يا الدنيا كرادين يا نؤتيه قفك وانسينا منها الدنيا كسينين وحين لو قدري أكلي أنا لقسينا يا وي يريد قفك دون ثواب الآخرة آخرة ونجد قفك دون ينا نؤتيه قفك وانسينينا منها آخرة ينكسيني وسنجزي ونبالين دون الشاكرين كما الله هو ذكو شكرين ينا وابالين دون من نبي النبي آيا قاتل وحد قال مي معه نبي معي ربيون كما رب الله نسبي ربيون تو كثير فربضا فما وهنوا ما ينجلعن لما شيء درتي وما ينجلعن أصابهم كن رعي في سبيل الله جدك على نحدي سأقول رعي وما ضعفوا ما ضعيف وما استكانوا ما ذلوب
والله الله يحب ويجعله الصابرين كما صبر يجعله وما كان مما وصلها ان قولهم هذا الكود الا ان قالوا ان يرهدين مويا ربنا ربينا اغفر لنا نو داف ذنوبنا ذنبنا واسرافنا حد قدبنا في امرنا ارنكنا ان كحد قدبنا وثبت ربي وسوق اقدامنا لوغها نغنا نوسوق وانصرنا نو هيري على القوم قولا نوغ هيري الكافرين اي قالوبي فاتاهم الله الا وحسيه ثواب الدنيا الدنيا وناجيده وحسن ثواب الاخره اخره ثواب كذا وناجيده وسيه والله الا يحب ويجعله المحسنين كو وناج سميه يجعله الى سبحانه وتعالى مؤمنين تايا وحو تصالينيا جهاد كا دنت لغلي هي ان ايتا الله رالي جلنتيس ee naftaada inaad ilaaliso iyo cid kale inaad ilaaliso inayna ahayn jihaadkana uu yahay sunna qadiima oo anbiyaadii Alle uu soo diray in badan oo kamida ayaa wuxuu amrayay jihaadiyay inay dagaalamaan jihaadkaasina waxaa la geelayay anbiyaadaasi asxaabtooda raacsan isla markaana ribiyu la yiraahdo rabbi ku xiran mu'miniin khali mukhlisiin oo ilaah dartiisa u jihaadaya qoladaasi ayaa dagaalamayay qaarna la dili jiray qaarna badbaadi jiray dhibaatooyinka soo gaadha qoladaasi uma raa ayay daciifi jirin ma ayan u duloobi jirin isba ayan jilcin jirin dhibaato kasto soo gaadho gaalada waxay ku ahaayeen laf dhungash niman dagaalamayo jihaadka diyaar u ah boqolaal hadii laga dilo aan dan kale heena jihaadka u taagan ayay ahaayeen fa wa hanu lima asabahum fi sabab dhufu wabastakar sabirin bayna ahaayeen qoladaasi hadaba qolada sida u jihaadayo ya iyagoo dagaalka iyo jihaadka iyo sabarka iyo adkaysiga ku sugan ayay haddana waxa la wixii dhibaato soo gaadha naftooda u nisbeynayeen khalad xagooda ka yimi inay dhibaatooyinka ku soo gaadhay u nisbeynayeenoo ilaah ayay waxay ka baryayeen rabbiyo u dambiga noo dhaaf xogaaga khaladka iyo dambiga iyo xadgudubka naga dhacaya rabbiyo noo dhaaf geesinimo qalbiga noo geli qoladan gaaladana naga adkaysi oo aan ka adkaano sida ayay rabbi ku baryootamayeen ilaahna waa ka aqbalayo adduunyadana wanaag buu ku siinayay aakharana wanaageeda ayuu siinayay muxsiniin bay ahaayeen oo rabbi uu jecel yahay wakaayi min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna waaqiro wakaayi min nabiyin qutila macahu ribiyuunana waaqiro wakaayin min nabiyin qaatala hadii la yiraahdo icraabka ugu fiican qaatala faacilkeeda ribiyuuna in laga dhigo waxaa kaloo bannaan قاتل فاعل كذا نبيه إن لقدر ضمير نبيه أن قري إن لقدر معه هو مبتدا خبره ربيوننا خا مبتدا لقدر وجملة لنا لحاله ترى وبرنانته يقول لي هذا وكأي إن بدن أو من نبي النبي أي قاتل دع الله هو النبي معه حال أي لجرين ربيونا هو رب اللون نسبي قتل هذه اللي يراه هذا نائب الفاعل كضمير إن لقدر قام برنانه ونائب الفاعل كهو ربيون ويا النبي جهاد كجرو ولقي لدي لم يجرو adin nayb faa'il ka damir laga dhigo nabigu u noqonaya nabigi la dilay macnaheedu noqoni nabi jihad lagu dilayna adduunyada ma ayan soo marin wakaayin in badan oo min nabiyi nabiya ayaa qutila waxa la dilay macahu nabiga mici ribiyuna kuwa rabbi loo nisbeeyay ayaa la dilay ribiyunta oo kathiirun fara badan fama wahanu ma ayan daciifin oo ma ayan isjilcinin lima shay darti asaabahum asiibay fi sabiilillaahi jidka alla wixii ku asiibay darteeda isuba ayan jilcinin oo gaaladii uma ayan hogaansamin وما ضعفوا ما أين ضعيفين وما استكانوا ما أين دلوبين والله ألا يحب ويجعله الصابرين أو كما أتكيست وما كان ما أين أهان إن قولهم هذا الكود إلا أن قالوا إن يرهدين مويه ربنا ربي قينا واغفر ناف لنا أنك ذنوبنا ذنبك أنك نور ناف وإسرافنا حد قدب كأنك في أمرنا أمر كأنك جهادك أن كو حد قدبني ربي أو نور ناف وثبت سوق أقدامنا لوها أنك نوسو جيسين من نقلوي وانصرنا نو هيلي على القوم قلدي الكافرين قالوا بين نو هيلي فاتاهم الله قلدا الا وحو سيي ثواب الدنيا الدنيا ثواب كيدي وناغيدي ايو سيي وحسن ثواب الاخره اخره ثواب كيدي وناغيدي ايو سيي والله الا يحب وحو جعل يها المحسنين محسنين ايو جعل يها قلدا سينا محسنين باي اهاين يا ايها الذين امنوا مؤمنين ان تطيعوا حديات كامر قادتان الذين قلدي كفروا قالوا يردوكم وإذن علينيان على أعقابكم رادكي نقال لما دي بأي دكو علينيان فتنقلبوا ونقون إيسان خاسرين وكما خسار حالاتهن بل الله ألا يا مولاكم سيدكينا وهو ألا خير الناصرين كما هيليا كان خير بدنوي إله نصيحة دي بوضايا ومؤمنين تقول الله تالينا يؤنا نصيحين يوضادا كتو سنة وشيغيو
qoladan gaalada aad war ha ka dhageysanina hadii aad warkooda yeeshaan waxa ay ku talinayaan waxa ay iyaga yihiin inaad noqotaan wey inaad gaalowdaan isla markaana aad khasaartaan ilaa iyagu waa gaalaysan yihiin waana khasaarsan yihiin adduunya iyo aakharu waddadaasay idinkula talinayaan taa ha yeeline ilaah ku xilma ilaah baa sayidkiina sagaad addoomo u tihiin sagaa cibaada idinku leh keligii ka abar qaata cid kalena tala iyo war ha ka dhageysanina taladaasi ayaa muhima ama qoladan gaalada war haddii aad ka dhagaysataan iyo waxay idinla doonayaan heeraadkiinni iyo gaalnimay idinku celinaya waadna khasaaraysaan yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay in tutiicuu haddii aad adeecdaan alladiina qoladii kafaruu gaaloobay yaruduukum way idin celinayaan calaa acqaabikum raadkiinni bay idinku celinayan gaalnimadii wey yay idinku celinayaan fatanqalibuu marka waad noqonaysaan khaasiriina kuma khasaare xalaati bal illaahu alle ayaa mawlaakum sayidkiinna ha addoomo aad u tihiin wahuwa alle khayru naasiriina kuba hiiliya kan u kheyr badan wey sanulqii waan ridi doonaa fii quluubi alladiina qoladii qalbigooda kafaruu gaaloobay arruucba argagaxyaan ku ridaynaa bimaa ashrakuu gaalnimada ay la wadaajiyeen billaahi alle wadaajinta ay la wanaajiyeen darteeda maa shay lam yunazil uusan dejinin bihi alle bihi shayga wadaajintaasi sultaani wax daliile uusan u dejinin wama'waahum meesha ay ku hoyanayaan annaaru naar weeye wabi'sa alla xumaa mathwa aldaalimiina aldaalimiin makaanu hoyadkoodu xumaa mu'miniintu rabbi wuxuu ugu bishaaraynayaa jihaad haddii ay galaan qoladan gaalada ah qalbiga argagax iyo cabsi rabbi inuu ku ridayo cabsidaasina ay keenayso mu'miniintu inay adkaadaan gaaladana laga adkaado in cabsidaa lagu ridana waxaa keenayaayo sababaya alladiina kafaruu way gaaloobeen gaalnimadaa keeni argagaxa marka lagu rido shirkiga ay sameeyeen dartii ee idinkaa adkaanaya iyaguna waa laga adkaani nasrigii mu'miniinta ay weydiisanayeenna ilaah wuu siinaya weliba wuu usoo dadejinayaa waa haddii jihaadka iyo shuruuddiisii oo dhammaystiran la hele sanulqii waa ridaynaa fii quluubi alladiina qoladii qalbigooda kafaruu gaaloobay arruucba argagaxayaan ku riday bimaa shay sababkii oo maada mawsuula laga dhigo bimaa shay sababkii ayaan ugu ridaynaa ashrakuu ay la wadaajiyeen billaahi alle maa shay lam yunazil uusan dejinin bihi biishraakihi in alla ay wax la leeyihiin suldaana wax daliile uusan u dejinin waxaa kaloo wanaagsan maada in laga dhigo masdariya oo la yidhaahdo bimaa fii quluubi alladiina kafaruu rucba argagax ayaan ku ridaynaa bimaa ashrakuu bisababi ishraakihim shirkigii ay sameeyeen sababkii billaahi alla ay shirki u sameeyeen maa shayna ay la wadaajiyeen lam yunazil alla uusan dejinin bihi maaga suldaanan daliil uusan u dejinin wama'waahum meesha ay ku hoyanayaan annaaru naar weeye wabi'sa alla xumaa mathwa aldaalimiina aldaalimiin meesha ay ku hoyanayaan xumaa naar weeye wallaahi laqad sadaqakum allaahu alla run buu idiin sheegay wacdahu fii wacdihi ballankiisu idinkugu run sheegay id waqti buu idiin run sheegay taxusuunahum aad halaagayseen biidnihi fasaxiisa aad ku halaagayseen iyo idankii xataa idaa fashiltum markaad fuleyowdeen oo watanaasactum aad muranteen fi lamri arrinka aad ku muranteen oo wacasaytum aad caasideen min bacdi maa araakum intuu idiin tusiyey kadib maa shaygii tuxibuuna aad jeclaydeen minkum waxaa idinka mid ahaa man qola yuriidu doonaya addunyaa adduunya wa minkum waxaa idinka mid ahaa man qola yuriidu doonaya alaakhirata aakhira doonayey uma sarafakum alla wuu leexi sarafakum idinku idiin leexiyey canhum qolada xaggoodu idinka leexiyey liyabtaliyakum inuu idin imtixaana darteeda wallaahi laqad cafaa wuu cafiyey cankum xaggiinuu idinka cafiyey wallaahu alle duu fadlin ixsaan miduu saaxiiba weeye cala almu'miniina mu'miniinta ixsaan uu u sameeyo halkanina ilaah subxaanahu watacaala wuxuu caddaynayaa jabkii uxud sababka keenay inuu yahay mukhaalafa rasuulka lagu sameeyey laba arrimood ayaa jabka sababay arrin wuxuu ahaa rasuulka caasiyadii la caasiyey iyo mukhaalafadii lagu sameeyey arrin labaadna wuxuu ahaa xubudunyaa wax la yidhahdaa meesha soo galay adduunya jecli iyo qariimada aan ka gaarno yay arrintan noqotay labadaa arrimoodna jihaad deem kuma socon karayo in waxa loo jihaadayaa adduunye ay tahay oo xoolo aad heshaan iyo aad bililiqaysataan iyo arrima noocaasa in loo jihaadayo jihaad ma noqonayo kaasi cisyaan iyo mukhaalafo ilaah iyo rasuulkiisa la khilaafo jihaad in lagu wadaana ma suuroobayso ka labadaa arrimood mar haddii ay isku dareen ilaah subxaanahu watacaala nasrigiisa ayuu ka ceshaday markii hore nasrigiisa ayuu siiyey wixii aad jecleedeen buu rabbi idin tusiyey oo ah gaalada inaad ka adkaataan gaaladii oo aad halaagaysaan ood laynaysaan ood dilaysaan oo aad cararayso
muxuu aad dhabarka jeediyay ayuu Rabbi idin tusay. Labada arrimood ayaad isku darteen. Haddii aad isku darteen, idinkaa eryanaya iyaguna waa sii cararayeen soo maaha. Idinku idin leexiyay Rabbi. Kuwii la eryanaya idinka noqday ayagiina uu idinku soo jeediyey. Markii dambena Rabbi waa idin cafiyey oo muxuu ahaa idinma ayan baabi'inin, bal ayagiibaa markii dambe jabay. Wixii idinka dhacay iyo khaladkii iyo gefkiina Rabbi waa idin cafiyey wakaan. Wallaahi laqad sadaqakum allahu alla rubbu idiin sheegay wacdahu fii wacdihi ballankiisu idinkugu rub sheegay id waqti buuna idinku sheegay taxusuunahum xisiga waxaa la yidhaahdaa dareenka waxyaabaha uu wax ku dareemo xawaas baa la yidhaahdaa xisigana waa dareenka lafti taxusuunahum dareenkoodii aad baabi'inaysay weye yacnii ruuxa dareenka haddii laga qaado waa la dili dareenkuna dareemada laba qeyb ah qeyb waxaa la yidhaahdaa alxawaasu aldaahira qeybna waa alxawaasu albaadina الحواس الظاهرة شنوي وأرقى مغلقى ددنكى أرطى أفرطى ملحي كتاب إيو تاب الشدى لقى عانتا بوحبا بوحبا لغو دريبا يوحا إنو كلول يها إنو قبو يها إنو أدق يها إنو جلعي يها والغو قرطا دريبا دا بغدا واشتاسي دريبا قرصونو خفي أيا جرا يو روحا إنو قاجي سن يها إنو حنون سن يها إنو درقين يها دأسا يوم بايس قران كريا دريبا دا سي كمي قرصونا إيو كمي مغدي لبدي بواد بابي إنيسي in la baabi'iyana waxaa keenaya waa dishin oo ruux markuu dhinto labadii dareenba waa ka tegaya marka inta xusuunaho markaad jirida jarayseen ood baabi'inayseen oo dareenka aad ka qaadayseen xataa idaa fashiltum marka ay ilaah inta aad ka fuliyowdaan ayaad dilkaasi wadeen oo watanaazactum aad muranteen fil amri taladii ayaad ku muranteen wa casaytum aad caasideen rasuulka warkiisi min bacdi maa araakum inta uu idiin tusiyey kadib ayaad caasideen maa wixii tuxibuuna aad jecleydeen minkum waxaa idinka mid ahaa man qofka man qof yuriidu doonaya adduunya adduunya doonaya wa minkum waxaa idinka mid ahaa man qof yuriidu doonaya alaakhirata aakhira doonayay suba sarafakum idinku idin leexiyay rabbi canhum qoladii aad eryaysan ayuu idinka leexiyo idinka la idin eryaday liyabtaliyakum inuu idin imtixaana darteeda ayuuna u yeelay wallaahi laqad cafaa wa cafiyay cankum xaggiina ayuu cafiyey والله الذي فضل إحسان مد صاحبه وهي على المؤمنين مؤمنين إحسان وصمي والله أعلم صلى الله عليه وسلم.